والمزيد من التفاصيل أكيد هيكون معنا دكتور الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. محتاجة تعليق حضرتك على هذا البيان في هذا التوقيت الحساس من عمر العملية السياسية في مصر. شوفي يعني لو حاولنا اننا نروح لنموذج انتهاك حقوق السياده والتدخل في الشؤون الداخليه للدول او محاوله اعاده اظهار الاستعمار القديم بقواه تقليديه وفرض هيمنته على ارادها الدول فلن نجد مثالا يكون بهذا الوضوح سوى برلمان الاتحاد الاوروبي اللي جه مناقض لكافه المواثيق والاعراف الدوليه والاتفاقيات التي وقعت عليها الدول فيما يتعلق بحقوق السياده. الأغرب إن هذا البيان يصدر من هيئة استشارية ليست لها سلطة على الدول الأوروبية ذاتها، فكيف لها أن تصدر أحكاما وتصدر توجيهات وأوامر لدولة خارج حدود الاتحاد الأوروبي أيضا وهي الدولة المصرية. البيان بيناقض مبدأ من أهم المبادئ اللي نصت عليها الاتفاقات الدولية وهو استقلال وسيادة القضاء وعدم التدخل في أحكامه. فشوفنا نموذجين شديدي العبث بهذه السلطة سواء ما يتعلق بالمحبوس هشام قاسم اللي أصلا أحيل إلى التحقيقات ثم إلى المحاكمة في بلاغ تقدم به أحد زملائه في الحركة المدنية وليس أحد الأطراف المحسوبين على النظام أو على الدولة حتى يصبح للبعض الحق في أنه يدعي أن هناك نوع من أنواع المساس أو التضييق عليه، أو الحالة الأخرى وهي حالة المسجون علاء عبد الفتاح اللي بتمارس فيها كل أشكال الخيانة ومحاولة الضغط على الدولة المصرية وانتهاك سيادتها. يعني من المبادئ القضائية السائدة والمستقرة في كافة دول العالم هو مبدأ رفض العدالة الانتقائية اللي هو إنك تتكلم عن أسماء بعينها وتطلب الإفراج عنها دون النظر لطبيعة الاتهامات الموجهة له. وده أمر شديد الغرابة ليس جديدا على البرلمان الأوروبي. البرلمان الأوروبي سبق له أن أصدر كثير من البيانات العدائية عن الحالة المصرية للدرجة التي تجعله منصة للحديث بلسان أطراف مناوئة للدولة المصرية، بعضها من الأشخاص المطلوب القبض عليهم في قضايا دم في الحالة المصرية، وبعضهم من الأطراف اللي شايفة أن إرادة المصريين اللي فرضت وجودها في 30/6 الماضي واستطاعت أن تغير وجه وطبيعة الدولة المصرية وأن تعزز استقلاليتها نموذج ينبغي محاولة النقوص والانقلاب عليه، سواء بإشاعة أكاذيب زي اللي روج لها البيان أو بمحاولة استصدار أحكام مسبقة عن عمليات ديمقراطية تتم في هذه الدول زي ما تكلم البيان عن فكرة الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية الوطنية المصرية، مصر بالمناسبة أجرت من 30/6 لحد النهاردة 7 عمليات انتخابية. لم يرصد أي تقرير دولي أو لم تذهب مصر إلى أي مؤسسة دولية وواجهتنا انتقادات تمس صلب العملية الانتخابية. لماذا الآن أستاذ عبد الناصر؟ لأن هذه العملية تتعلق برمز وطني كان قوة جبارة في الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولة تشويه صورته ومحاولة إظهاره بأنه لا يحظى بتأييد وقوة شعبية أمر رئيسي بالنسبة لهذه التيارات. وبالتالي محاولة المساس بالانتخابات الرئاسية خصوصا وأنها انتخابات تشهد تنافسية متعددة الأطراف بعكس الانتخابات السابقة اللي كان فيه ثنائية للمرشحين، احنا قدام لحد دلوقتي 4 مرشحين مؤكد حصولهم على التزكيات الشعبية المطلوبة للترشح، وبالتالي ده أمر مهم. النقطة الثانية أن هناك محتمل مرشح يمثل أداة طيعة في إيد الجماعة الإرهابية وفي إيد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية تسعى لفرضه بالقوة ليكون جزءا من العملية الانتخابية حتى لو كان لا يحظى بتقدير أو تأييد من المصريين، للدرجة اللي خلته بعد 12 يوم من بدء جمع التوقيلات غير قادر على جمع 25,000 توكيل عتبة تسمح له بخوض العملية الانتخابية. فما بالنا وإحنا هنطلبه بعد كام يوم بما يقرب من 20 أو 25 مليون صوت عشان خاطر يبقى ناجح. فإذا كنت فاشل في أنك تسوق مرشحك فليس أقل من أن تشوه الآخرين، وده اللي البرلمان الأوروبي بيحاول يسعى إليه. لكن الحقيقة أني حالة الاصطفاف الوطني من الأمس للنهاردة، خطاب القوى السياسية المختلفة
في انتقاد محاولة التدخل السابق. ورد البرلمان العربي كمان يا أستاذ. طبعاً رد البرلمان العربي كان قوة جبارة، لكن أنا بتكلم هنا عن إرادة المصريين واصطفافهم عند الشعور بالخطر واضحة تماماً في التعامل مع هذا الأمر، وأعتقد أني ردود المصريين ستكون بكثافة التصويت في العملية الانتخابية، ستكون بتأكيد استقلاليات القرار الوطني اللي احنا أصبحنا بنستشعر الفخر ان احنا حاسين بيه دلوقتي، هتكون بالإعلان الواضح عن رفض مثل هذه الممارسات. اللي أعتقد أني وزارة الخارجية، وأنا قلت ده النهاردة، أني أنا رأيي أن وزارة الخارجية تخاطب هذا الكيان المسمى بالبرلمان الأوروبي وتطلب وجود تمثيل لمصر فيه على الأقل، حتى يستطيع المصريين الرد على المزاعم والأكاذيب التي يروجها، ويبقى عندهم فرصة إذا أرادوا أن يطلعوا على الحالة المصرية أن يستمعوا إليها من أبناء مصر وليس من أطرافها. يعني 7 عمليات انتخابية في آخر 10 سنوات تقريبا، نتكلم عن إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية سواء استفتاءات أو انتخابات، إحنا كلنا مرينا بيها في آخر سنوات. عندنا أنزه طريقة لتشكيل هيئة مستقلة تدير العمليات الانتخابية في المجتمع الحديث ككل، وأنا شاركت عمليات انتخابية في العديد من الدول. النموذج المصري الذي يتحدث عن تشكيل قضائي كامل من 10 قضاة قانونهم بينص على استقلاليتهم وعدم التدخل في شؤونهم، وأن قراراتهم نهائية ونافذة بذاتها. حتى عملية التشكيل لو حضرتك تابعتي، احنا من يومين بالضبط صدر القرار الجمهوري بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التجديد النصفي لعدد أعضائها في توقيته المنصوص عليه قانونا، برغم أن البعض كان ممكن يقول لك ده احنا قدام انتخابات رئاسة ما نتأجل شهرين على ما تنتهي الانتخابات. لا، في وضوح جهاز تنفيذي جرى تعيينه من 3 شهور، إشراف قضائي كامل برغم أن الانتخابات الرئاسية كان يمكن أن تمتد مدة إجراءها لتخرج من حيز الإشراف القضائي إلى إشراف الموظفين، إن البعض بشكك فيه، إلا أن كان هناك حرص عند الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجرى الانتخابات كاملة بنظام قاضي لكل صندوق، وده أكبر تأكيد على نزاهة العملية. بالعكس، أنا مش شايف إن إحنا في أي انتخابات سابقة كان عندنا مشكلة، لكن لو أنا عايز أضرب أمثلة، الانتخابات الأشهر عالميا وهي الانتخابات الرئاسة الأمريكية، للحظة اللي أنا بكلمك فيها وإحنا على بعد أقل من عام من انتخابات الرئاسة القادمة لأمريكا، عندنا تشكيكات واضحة في 3 عمليات انتخابية متتابعة، منها حالة واضحة للحديث عن تزوير إلكتروني كامل لعملية اختيار الرئيس نفسه. ده مش موجود عندي على الأرض. لو حبينا نتكلم على العديد من الانتخابات في الدول اللي موجودة داخل الاتحاد الأوروبي، هنقدر نلاقي أشكال للانتهاك والتضييق تتم على قوى سياسية بعينها واستبعاد لأطراف بعينها. احنا ما عندناش أي قوى سياسية منعت من الترشح. حتى اللحظة اللي بكلمك فيها، كل المرشحين الذين لهم الحق في ان هم يجمعوا التوكيلات بيتحركوا على الأرض، بما فيها حملة المرشح المدعوم من هذا البرلمان الأوروبي اللي بيرتكب بالمناسبة مخالفات تمثل جرائم انتخابية برفع لافتات، بقيادة مظاهرات، بالتواجد أمام مقر الشهر العقاري، بتحفيز المواطنين والضغط عليهم من أجل استخراج توكيلات لصالحه. كل ده بيمارس على الأرض وهو جرائم بذاتها، لكن الهيئة الوطنية تستدعي الصبر حتى لا يدعي البعض أن في تضييق عليه، عشان الصورة تكتمل أمام المصريين اللي إرادتهم هتفرض نفسها خلال الأيام والأسابيع القادمة. بالتأكيد سوف نشهد ويشهد العالم على نزاهة هذه العملية الانتخابية التي ننتظرها جميعا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع.